بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم. في عالم الاسنان وفي عالم تجميل الاسنان في منطقه مهمه جدا، ان حد طبعا عنده اسنان وفيها مشاكل فراح لمنظومه المفروض انها منظومه متكامله في الاسنان، فعمل تجميل اسنان. خرج عمل تجميل اسنان بمواصفات تجميل الاسنان المفروض الكويسه. فخرج فكل اللي شايفه وكل اللي بيقابله بيقول له انت عامل ايه في اسنانك؟ وكلمه انت عامل ايه في اسنانك دي على فكره بيقولها نوعين من البشر. بيقولها ناس قريبين منك جدا وناس مش قريبين منك قوي بس بيبينوا لك شيء معين، بيوصلوا لك رساله معينه. القريب منك من حقه طبعا يقول لك على انطباعاته عنك ايه، اخوك، اختك، صديقك، صديقتك، خطيبتك، مراتك، كل دول ناس من حقهم انهم ينقلوا انطباعهم عنك. المشكله بقى في الناس اللي مش قريبه منك قوي، من حقهم، انا في رايي من حقهم، بس بيوصلوا لك الرساله ازاي؟ لو قالوا لك انت عامل ايه في اسنانك في حد ذاتها الجمله، هل هي معناها ان انت اكيد عامل شيء ملاحظ وبالتالي خارج مقاييس الجمال؟ هي ايه مقاييس الجمال؟ والجزء الثاني من الناس او جزء من الناس اللي ممكن يقولوا لك كده، وانت عامل ايه في اسنانك؟ باستغراب، ده اكيد يوصل لك رساله ان انت عامل حاجه كارثيه. يعني ده مش بس عارفه، ده عارفه وانتقدوك في نفس الوقت. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. الناس دي لازم نحترم نظرهم، لانك في النهايه انت بتعمل تجميل عشان يبقى شكلك حلو لنفسك وللناس، ده مهم جدا. تجميل الاسنان عالم مثير ومهم للغايه، وضيفي واحد من اللي اسسوا هذا المعنى، وربما في الاعلام يعتبر هو بدايه ظهور كلمه تجميل الاسنان في مصر كانت على لسانه، وضع المعاني الاساسيه لتجميل الاسنان في الوقت اللي بعض الناس كانت بتتكلم على انه تجميل الاسنان ده شيء اجتهادي، هو وضع له قواعد علميه واضحه جدا ودافع عن هذه القواعد ودافع عن عالم تجميل الاسنان، لغايه لما بقت الاصوات كلها دلوقتي بتنادي ليه ما يكونش في تجميل اسنان في كل او قسم تجميل الاسنان في كل الجامعات المصريه. خلينا نرحب بضيف العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتورنا، منورنا في الناس الحلوه. انا اتشرفت بيكم مع الناس الحلوه. الناس الحلوه يعني 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 النهارده بيسالوك ناس كتير قوي، الناس الحلوه. قبل ما نبدا، هو لما حد يشوف سنان ما يحسش انها هوليود سمايل، انت اول واحد في حوارات اعلاميه قال كلمه هوليود سمايل، تمام، ويشوفها مش بس هوليود سمايل، يشوفها حاجه ثانيه غير هوليود سمايل. في ناس بتشوف وتنطعج وتبان عليها، تمام، يعني تزعل وتبان عليها، وفي ناس من قرب من الشخص يقولوا له دي يا ابني مش هوليود سمايل، دي اي حاجه ثانيه. وفي ناس بقى جرأتهم وممكن تصل المساله لمساله يعني الى حد التدخل، ان هم بقى يعني يقولوا جمله مخيفه للشخص يخلوه ما يباتش الليل الا ثاني يوم لازم يروح يغير اللي هو عمله، يكسرها. ايه اللي حصل خلى ناس كتير ما تخرجش بابتسامه جميله حقيقه؟ اللي حصل ان احنا يعني خلال الفتره اللي فاتت واحنا مع بعض خلال مشوارنا الطويل ده ارسنا مبادئ لتجميل الاسنان. كان احنا لما هنا بنطلع نقول هوليوود سمايل، الناس يعني ايه هوليوود سمايل؟ ما فيش علم مش موجود في مصر وما حدش بيعمله. بنتكلم على قشره تجميليه، تقريبا كان قال اول حد قال كلمه قشره تجميليه، قال كلمه عدسه اسنان لصق. كنت انا باخد العلم اللي انا دارسه بره وبترجمه عشان اعرفه للناس.
فالناس ما تعرفش يعني ايه تجميل اسنان خالص. وكان هدفنا خلال الفتره دي ان احنا نخلي مصر مركز لتجميل الاسنان، بدل ما الناس اللي كانوا الى حد ما بيفكروا يطلعوا يعملوا تجميل اسنان بيطلعوا لبنان وبيطلعوا دبي او بيطلعوا امريكا، لا احنا قلنا احنا عايزين نبقى هنا مقصد لتجميل الاسنان. فاخدنا المشوار بتاعنا ونجحنا بدليل ان بعضهم جه مصر بعد كده. لا ده مش بعضهم، ده احنا الحمد لله دلوقتي احنا فعلا بقينا مركز لاستقبال تجميل الاسنان في الشرق الاوسط وفي العالم. انا الحمد لله. على المرضى، انا بتكلم على الدكاتره نفسهم. ما هو دليل ان احنا غيرنا السوق. خلينا بالعربي كده، في سوق في تجميل الاسنان كبير قوي اتفتح في مصر. تمام. طيب قبل ما احنا كنا نتكلم عن تجميل الاسنان، ما حدش كان بيشتغل تجميل اسنان كتير، واحد يعني اسم او اتنين كانوا بيشتغلوا معانا. طيب بدا موضوع تجميل الاسنان يبقى فيه ديماند ويبقى فيه ناس كتير عايزاه، احتياج، يبقى فيه احتياج، فيه ديماند، فيه احتياج وناس كتير عايزاه، والناس كلها مش هتروح عند الاثنين ثلاثه اللي موجودين اللي هم بيشتغلوا تجميل اسنان، لان ممكن ما يعرفوهمش او لصعوبه الوصول ليهم، فيبدا يروح عند اي دكتور. فبدات الدكاتره تسمع كلمه ايه، دكتور انا عايز اعمل تجميل اسنان، دكتور انا عايز اعمل هوليوود سمايل، دكتور انا عايز اعمل هوليوود سمايل علم. انت كمان في تكون تحت ايدك تقدر تنفذ بيها التجميل. ففجأة ناس كتير دخلت في الموضوع واشتغلت، ويطلعوا ايه، ويطلعوا تيجي تبص على الكيس، ايه ده، مفيش اي ابعاد للجمال والتجميل في الحالة. عشان كده بقت ناس كتير تشك، ودي بقى المشكلة، ده اللي بيخليني دلوقتي اعمل حملة ضد الكلام ده. الناس بدأت تشك في تجميل الأسنان كتجميل أسنان. لا حضرتك، تجميل الأسنان ده علم قائم وبيطلع نتائج مذهلة، لكن مش معنى ان انت شفت يعني انتاج غلط يبقى القصة نفسها غلط. لا لا لا، الناس دي هي اللي غلط. إذن سنذهب لكي نعرف في عالم تجميل الأسنان أين الأبيض والأسود والرمادي، وأين الوهم والشك واليقين، ومن الجاني ومن البريء في عالم يبدو أنه طالته الفهوة فهلوة. تعال نشوف الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ تجميل الأسنان هو عالم الريليشن شيب، هو عالم العلاقات ما بين الوجه وألوانه وأشكاله وتقسيماته والأسنان. أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ أبيض طبعا. طبعا في علاقة مهمة جدا. لازم نتفق إن كلمة هوليوود سمايل أو تجميل أسنان هي في الآخر هي طريقنا للوصول للابتسامة المثالية. فالابتسامة المثالية دي ليها أبعاد كتير بقى، وإحنا قلناها في حلقات قبل كده، يمكن 21 كرايتيريا عشان تعمل تجميل أسنان. من ضمنها شكل السنة لوحده، كل سنة لوحدها شكلها إيه، وضع السنة، مكانها، ميل السنة، علاقة الأسنان بعضها ببعض، يعني في علاقة ما بين كل سنة والتانية، سواء في الحجم أو في الرصة، يعني واحنا بنرص الأسنان، أو في حجمهم، علاقتهم ببعض ليهم علاقة معينة واتكلمنا فيها قبل كده اللي هي الجولدن بروبورشن. وبعد كده قلنا لا، ده الجولدن بروبورشن يا جماعة عشان احنا كنا بنقربها للناس، دي جزء من التجميل. لا، في حاجة اسمها الريد بروبورشن ودي الأعم. الجولدن بروبورشن دي عشان بنقدم لكم أرقام تبقوا فاهمينها بس، لكن في الريد دي الأشمل والأعم اللي هي بتدينا كذا بروبورشن من الأسنان وبعض. وفي بعد كده علاقة ما بين الأسنان دي كلها وما بين اللثة، وده مهم جدا، وده جزء بقى بيهمله اللي ما يعرفوش تجميل، اللي هم اكتر من 99%. حضرتك اللثه دي برواز السمايل، برواز الابتسامه بتاعتك. لو حضرتك البرواز ده مش مظبوط، خلاص كل اللي انت عملته انتهى. كيسز تخش وتخرج الاقيها عامله تجميل. طب انت حضرتك الجامي سمايل اللي انت عاملاها دي ايه؟ طيب اللي انت سايباها دي، امال دخلتي عملتي تجميل ازاي؟ دخلتي عند مين يعني؟ مش فاهم اسمها سمايل اناليسيز. بنعمل تحليل الابتسامه فنعرف الديفوهات والمشاكل. طيب اللي عمل لك السمايل اناليسيز ما شافش ان في سته، يعني دي من ضمن الحالات اللي عندها جامي سمايل، عندنا ديسبلاي للثه اكتر من 6 مللي، واحنا اتفقنا ان اللثه الطبيعيه بتبان من 1 ل 3 مللي، الافرج 2. طيب لو انا عملت له قفلت المسافات في الحاله دي بالقشره التجميليه بس ما عملتش اللثه، انت متخيل المنظر؟ ده محمد كارتر على فكره. تمام، انا عارف الحاله دي صح. من الحالات اللي احنا صدفناها، حافظ، انا حافظ سنان. فبالتالي
انت هنا لو ما عملتش اللثه عملت ايه؟ ما عملتش تجميل. يبقى هنا لازم الاول تعمل تحليل الابتسامه، تعرف كل المشاكل اللي في الابتسامه ايه، تمام؟ حللناها، عرفنا المشاكل، بدانا نعالجها. هنا عملنا علاج اللثه بتاعنا، عملنا نحت تجميل للثه على ايد واحد من اكبر خبراء علاج اللثه في الشرق الاوسط. وبعدها بدانا نعمل الاسنان، بقى نعمل ديزاين الاسنان، وبعد كده صنعنا الاسنان. على فكره مهم جدا في تصنيع الاسنان، هنا انت لو بصيت وركزت في الصور بتاعه محمد كارتر هتلاقي السنه فيها درجات للون، يعني السنه الواحده بادئه من تحت بترانسليوسنسي بجزء شفاف، بعد كده بيبدا اللون يزيد، بعد كده يبقى كامل او فولي ساتوريتد او يعني مليان بالكامل اللون ناحيه اللثه. لو ما عملتش كده يبقى انت ما عملتش تجميل صح. لما انا ممكن اقفل المسافات دي زي ما قلت لك بشكل تشيكلت ستيس، اجيب لبان كده واحطه منظر شكل يعني واحطه وخلاص. لا، كل سنه ليها كاركتر، ليها شخصيه، ليها ملامح، زي ملامح وشك بالظبط. حضرتك وشك ليه ملامح، في عينين، مكان العينين معروف فين. لو حضرتك تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده شكله طبيعي؟ مش طبيعي. طب لو ما عندوش بقى الملامح دي خالص، اتعمل كده يعني اتطمست ملامحه، مفيش فتحتين للعين ومفيش الانف ومفيش الفم ومفيش الحاجب ومفيش الشعر، ما بقاش بني ادم. فانت لو ما عدتش السنه الشكل الطبيعي بتاع الانسان اللي ربنا وهبه للانسان، خلاص انت دمرت الحاله. خلي بالكوا احنا هنا لما بنيجي نتكلم على عيوب، احنا بنتكلم على عيوب اداء مهني. بالظبط. اللي اسنانه سيئه او هي اسنانه فيها عيوب كده، مصفره، معوجه، مش عارف ايه، ده اتخلق كده وظروف الاسنان طلعت كده، كلنا اسناننا ما كانتش كويسه بشكل او باخر، في اجزاء فيها مش جيده، يعني قليل قوي لسانه بيرفكت يعني مولود بيه او ويظل بيه. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في بعد التصليح. يعني انت دلوقتي اوريدي انت صلحت، ما تطلعليش حاجه انت بتصلحها بالشكل ده، مش كده ولا ايه؟ والا هتكون بقى ممكن تكون متهم، ممكن تكون جاني، وهنشوف فين البركه. جاني، متهم، ام بريء؟ السؤال الاول ده سؤال مهم قوي، يتعلق بتقنيه ناس بتسمعها دلوقتي كتير اسمها النوبريب. تمام. النوبريب دي اختصار كلمه نو بريبريشن، بدون تحضير. تمام. بدون تحضير. ناس كتير من الشباب والبنات عايزين يعملوا نوبريب دول على مبدا انه انا مش عايز حد، ما فيش حد يلمس السنه، وسنه زي ما هي انا بغطيها بس، زي ايه ما تكون انت عندك بلاط وهتحط فوقيه موكيت بس كده. تمام. الطبيب الذي يقوم باستخدام تقنيه النوبريب في تجميل الاسنان ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. ليه؟ الاول النوبريب دي ظهرت في اول الالفينات خالص، تمام، ودكاتره كتير بدات تسمع عنها وبداوا يشتغلوا عليه. طيب النوبريب ميزتها ايه؟ النوبريب ميزتها ان انت ما بتشيلش حاجه من الاسنان خالص. هل في الاخر لو انت جبت النوبريب فينير ده ولزقته على الاسنان، هل انت ما حضرتش في الاسنان فعلا؟ يعني هل فعليا انت ما حضرتش في الاسنان؟ لا طبعا حضرت. ليه؟ حضرتك اصلا مجرد انك تلزق النوبريب على الاسنان انت اوريدي حضرتها، لانك بتعملها حاجه اسمها اتش. اتش ده يعني بتجيب اسيد او حمض وبيتحط على السنه علشان يعمل فيها بورز او خروم صغيره قوي علشان السمنت او الماده اللاصقه تخش جواه. تمام؟ طيب اساسا السطح المينا ده اللي انت عامله، انت عامله ليه؟ ربنا خلقه ليه؟ سطح المينا مهم جدا لانه مقاوم للخدوش، فسطح ناعم جدا مقاوم للتسوس ومقاوم للالوان لو هو سليم. تمام؟ طيب مجرد بقى انا حضرتك عملت الاتشنج ده انت غيرت اصلا من الكاركتر بتاعه. فانت بتقول للعيان حضرتك انا ما بحضرلكش حاجه في السنان وما بعملكش حاجه وتعالى والزق لك فينير على طول، وتقول له انا ما بحضرلكش، انت حضرتك ما قلتش المعلومه الحقيقيه. انت حضرتك حضرت الاسنان لانك غيرت من سطح السن الطبيعي. بتجي لي حالات تقول لي دكتور انا مش عايز المس السنان خالص سطح المينا ولزق لي عليها ايه التركيبات النوبريب. اقول لها حضرتك ليه؟ تقول لي عشان لو حبيت اشيلها بعد كده ما اشيلها وعشان ما اشيلش حاجه خالص من المينا. طيب حضرتك اللي انت بتقوليه غير منطقي تماما لاي حد. حضرتك جايه دلوقتي تعملي تجميل اسنان لان اسنانك مش عاجباكي، صح كده؟ وجايه تدفعي فلوس علشان تعملي الكلام ده. طب بتعملي كده وعندك استعداد ان انت تغير يعني هتشيلي التجميل ده يعني جايه تعمليه عشان تشيليه بعد كده؟ فغير وارد. تاني حاجه علميا
مفيش حاجة اسمها كومبليتلي نو بريب، مفيش حاجة اسمها كده. في عالم التجميل في أوهام كتيرة أو في شكوك كتيرة أو، فهنذهب إلى الوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ أكتر حاجة منتشرة جدا في علم الأسنان الآن وفي عالم السوق الأسنان هو تبييض الأسنان. تمام. أي حد يقول لك أنا بص أنا عايز أبيض سنان. بالعكس تبييض الأسنان في بعض المولات التجارية كان بياخدوا الناس اللي ماشية في المول يقول له تعالى هبيض لك سنانك. تمام. فالسؤال الأول، عملية تبييض الأسنان قد تحدث بروز في الأسنان على المستوى البصري، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم. يعني هي مش ممكن تعمل بروز في الـ في الـ في الـ في, في شكل الاسنان، لان كده كده اكبر او اكتر مبيض للاسنان ما بيعديش الزيرو ام 3 او البي ال 4، دي الوان فاتحه بس ناتشرال، فما بيعملش بروز ولا حاجه. لكن المشكله فين؟ المشكله حضرتك انك تستخدم مواد غير مصرح بيها. مواد تبييض الاسنان المعترف بيها موجوده عند دكاتره اسنان ولازم تبص عليها، يعني لازم تشوفها هي معديه، يعني ابروفد منين او واخده موافقه منين. واخده موافقه من الاف دي اي فود اند دراج اسوسيشن بتاعت امريكا تبقى كويسه، واخده من نفس المنظمه بتاعت اوروبا تبقى كويسه. انما ما اروحش مول واعمل بمواد جايه من الصين ما انت عارفش اصلا. يعني حاجه دلوقتي طالع ترند يقول لك ما تلبس احذيه من الصين عشان الجلد بتاعها ممكن يعمل مشاكل. تخيل بقى سعادتك راح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه، وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. وانا دايما بقول للحالات اسال وقول له دكتور طب وريني، طب وريني شكل العبوه، طب وريني مكتوب عليها ايه. ده حقك انت ما يعني ما ينفعش تهمل في صحتك تحت اي بند من البنود. الصين دي مليار شخص، مليار مليار وي، المليار وي دول فيهم ناس كتير عندهم كاركتر او عندهم في جيناتهم طبيعه ان انا اعمل شيء رخيص، اعمل شيء مش بتكلفه قليله، نتيجه انه الظروف الاقتصاديه هناك كانت صعبه في اوقات كتيره وما زالت في اكيد في اجزاء فيها ظروف اقتصاديه صعبه. ونجحوا في ده على مستوى العالم، يعني العالم كله البضائع الصينيه غزتها بسبب ان وجدت سوق كبير بسبب برضه ظروف اقتصاديه خصوصا في منطقه الشرق الاوسط. الطب دخلوه بقوه على فكره، بقوه. ده في حتت في الطب مستحيل كان تخيل انه المقاييس الفنيه تبقى قليله فيها. في العنايه المركزه البضائع الصينيه موجوده في العنايه المركزه في حتت معينه. خليني اسالك عن الشكل المسطح للسنه، الشكل المسطح للسنه ناس كتير متخيله ان هو شيء جمالي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا الاول هل السطح هل الشكل المسطح ده كويس ده وهم ولا الناس اللي تعتقد ان هو الناس مصدق فاكره انه خلي السنان كده مسطحه وحلوه كده؟ لا ده وهم، لان الناس لا تعتقد كده. الناس نفسها عارفه ليه. حضرتك في اول البرنامج برضو قلت ان احنا واخدين ايه عندنا في عيننا كمبيوتر. صح كده؟ طيب مفيش حد بيضحك عليه، العين ما بيضحكش عليه. اما ساعات الناس بتروح تعمل ما يسمى بالتجميل وتطلع بتبص هي اللي هي نفسها اللي غلطانه. لكن بص ايه ده؟ ايه اللي حضرتك عامله ده؟ هنا 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 لو احنا شايفين ادي حاله، حاله عندها كميه من المشاكل. تمام. لما جينا عملنا بالنسبه لها، تمام، وفي نفس الوقت حضرتك لاحظ كميه الكاركترز اللي جوه السن. هتلاقي السنه الصغيره فيها نوتش صغير، هتلاقي النائب واخد اللي انا قلت عليه بقى الجروف واللوب، هتلاقي السنترال السنه الكبيره متاخده في الاخر، في الاخر مايله لجوه السن. فاهم قصدي؟ كل دي يعني بص الناب راوندد شويه في ميناين. انت حضرتك بتساوي بص على الحاله لو انت انا شفت انا قلت لك انه راوند عجبتك خلاص.
انت لو ما شفتش الكيس اللي تحت مش تعرف انها عامله حاجه. دي سنه طبيعيه خالص، شكل طبيعي خالص، في كل الابعاد والمواصفات والخصائص للاسنان اللي ربنا خالقها، فمستحيل تعرف. لكن اقوم جايب بقى شكل ستيس واجيب تباشير واحطه على اسناني، شكلي وحش، شكلي مش حلو. دي حاله كومبليت ميك اوفر. دي اتعملت كلها، كلها عندنا لسه اتعملت، عندنا اسنان كانت كروبت اتظبطت. بص لاحظ اخر حرف في السنه من تحت هتلاقيه شفاف. عايز اسالك سؤال، واحنا بنبص في السن دي في مثلا ممكن تلاقي نجمه او ممثله مشهوره محتفظه باسنانها ومش عايزه تعمل فيهم اي حاجه رغم انه فيهم عيوب، بس هي شايفه انها كاركترستيك بيها. تمام، ده صح التصرف ده ولا لا؟ والله انا شايفه صح. على مين؟ انا شايفه صح. ليه؟ لان علميا الحاجه اللي التجميل هي سيلف ديماندد، يعني حاجه نابعه من الذات. حضرتك انا ببص في المرايه شايف ان مناخيري مش حلو، حضرتك لو العالم كله اجتمع انها حلوه هعملها، والعكس صحيح، لو انا شايفها حلو والعالم كله اجتمع انها هبقى ممكن ساعتها اعملها علشان الناس. لكن في الاساس علشان اعمل، بعمل في الاساس عشاني انا، عشان انا اللي شايف نفسي. اللي لسه ما جملش اسنانه وخلاص، هو اما لسه بيحوش او بيظبط نفسه او مستني وقت او مستني حاجه قدامه، احنا بنقول له لا لازم تجمل سنانك طبعا. لكن اللي دافع بقى هو يقوم يطمن على اسنانه. ارجوك تقوم يطمن على قوم بص في البنايه بعد اذنك وشوف هل الاسنان اللي محطوطه في فمك دي هي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خالقها باللون المناسب اللي يليق عليك، ولا فعلا قوم اطمن على اسنانك. اها راحت فلوسك يا صاحبي. نورتنا، شرفت بيك، كل شكر لتقدير ضيفي العزيز الدكتور نور الدين مصطفى على هذا الحوار الممتع. وقوم اطمن على فلوسك يا صابر عشان ما يكونش راحت والله. خليكم معنا، سلام. تجميل الاسنان ما بيشوفش ان في مشكله ملهاش حل. تقدم التكنولوجي من زراعه العظام عشان نعوض بيها السنه دي كلها بتسهل لنا ان احنا نحل مشكلات كتيره في السنان. انا عايز اعمل حاجه تبان في بق العيان ان هو تحول للاحسن، بس ما تبقاش تغير يعني فج قوي. يجي لك ساعات بنات اصحاب مع بعض يقول لك بنتي صاحبتي عملت سنان عندك كويسه، انا عايز اعمل زيها. العلاج متاح لجميع الاعمار ولجميع الامراض، يعني ما ينفعش احنا الحل الوحيد اللي عندنا في الاسنان ان احنا نعمل حاجه واحده. من يقوم باستخدام الطبيب لكل الحالات بنفس الدرجه بنفس الطريقه؟ اي خطه علاجيه حصل فيها فشل او فيلير في ستيب معينه انا ممكن اتداركها وممكن اصلحها. احنا لازم نحيد صياغه تقييم الناس. فلان ده كويس مش عشان هو غني قوي او عنده كذا او بيمتلك شيء معين كذا، لا، هو مين؟ هو ايه؟ مش هو مين برضه يعني استاذ في الحته الفلانيه او رجل اعمال في الحته الاعلانيه، لا يا باشا، هو مين كانسان؟ صدقيني او برضه صدقني كرجل، صدقيني انت، لان ده مهم جدا بالنسبه للستات لما تختاري الراجل لازم تختاريه بناء على انه فعلا راجل ولا مش راجل.